بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المنافقون وحكم الله. في الحقيقة أيها الإخوة، يظهر إيمان الإنسان ليس بالادعاء، إنما بطاعة الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في آية لن نتعرض لها الآن، ولكن نجعلها بداية لحديثنا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني السمع والطاعة العملية. أما إذا كانوا لا يريدون الطاعة، فليعلموا أنهم على نفاق، وليصححوا إيمانهم إذا أرادوا أن يدخلوا جنة الخلد. الله سبحانه وتعالى يبين لنا وضع منافق بشكل عملي حتى ننتبه إلى النفاق ونبعد عنه بقدر ما نستطيع. روى الإمام الطبري رحمه الله عن الشعبي قال: اختصم يهودي ومنافق، فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما، ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قبل أن أتم الرواية، أود أن أعلق تعليقا سريعا. لماذا اليهودي يريد الاحتكام إلى محمد والمنافق يريد الاحتكام إلى غير محمد؟ اليهودي الحق معه، ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يحكم بالحق ولا يميل مع مسلم أو غير مسلم، وهكذا حكم الإسلام. حكم الإسلام أيها الإخوة في المجتمع يحقق العدل لجميع الناس، مسلمين أو غير مسلمين، وتتحقق سعادة غير المسلم أيضا في المجتمع الإسلامي مثل ما تتحقق سعادة المسلم. فاليهودي يعلم أن الحق معه، فإذا ذهب إلى يهودي مثله قد يرتشي هذا اليهودي، أو يكون له مصلحة عند هذا المتخاصم الثاني فيقضي للمتخاصم عليه. ولكن إذا ذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسيحكم محمد بشريعته العادلة. ولذلك طلب اليهودي محمدا صلى الله عليه وسلم ورفض المنافق، قال نذهب إلى كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف شخصية من اليهود كان يحتكم إليه بعض الناس في الجاهلية، فلم يرضى المنافق فاحتكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم لليهودي بالحق على المنافق فلم يرضى. فقال المنافق: لما لم ترضى؟ قال: نحتكم إلى عمر بن الخطاب. سايروا، فانطلقا إلى عمر، استأذنا عليه، فخرج عمر قال: ماذا تريدان؟ قال: احتكمنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحق، وحكم لي ولم يحكم لهذا، وأراد أن يحتكم إليك. فقال عمر: يا هذا، يخاطب المنافق، حكم لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترضى بحكمه؟ لم ترضى بحكمه؟ قال: نعم. قال: لم ترضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترضى بحكمي؟ قال: نعم، أرضى بحكمه. قال: انتظر إذن. فدخل بيته واستل سيفه وضرب عنقه وقال: هذا حكمي على من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر المفسرون أن هذا سببا، يعني مناسبة لنزول الآية الكريمة في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ألم تر، أي ألم ترى أمرا عجيبا وسلوكا غريبا متناقضا، إلى الذين يدعون، يزعمون يعني يدعون ادعاء أنهم يؤمنون بما أنزل إليك محمد وما أنزل من قبلك. لننتبه أيها الإخوة إلى أنفسنا وإلى مجتمعنا، المجتمع الإسلامي أقصد، ليس في سوريا فحسب، ليس في حلب فحسب، ليس في دمشق فحسب، ليس في مصر، في كل البلاد الإسلامية.
من كان يدعي أنه يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يرضى بحكم محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فليس هذا من المسلمين. ألم ترى إلى الذين يزعمون أي زعما كاذبا أنهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد أي يؤمنون بالقرآن وما أنزل من قبلك أي ما أنزل على الأنبياء السابقين قبلك يا محمد يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت مشتق من طغى يطغو ويراد به كل رأس في الضلالة، كل من يطاع غير الله يقال له طاغوت، كل من تسلط من البشر يقال له طاغوت. فيطلق كلمة الطاغوت على الشيطان، يطلق على الصنم، يطلق على كل معبود من دون الله. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. عندما يتحاكم الإنسان لمخلوق لا يحكم بما أنزل الله فقد أشرك هذا المخلوق مع الله، جعل الحكم لهذا المخلوق وليس لله تبارك وتعالى. هل فهمت ما معنى الشرك؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أمروا من قبل الله أن يكفروا بالطاغوت لا أن يشركوه مع الله في الطاعة والاهتكام إليه، ولكن هذه طاعة للشيطان. ولذلك قال تعالى في آخر الآية ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أن يبعدهم عن الحق بعدا كبيرا عندما يطيعون غير الله أو يستحلون. إذا كان واحد وقع في جزئية واحتكم إلى بشر ثم تبين أن حكم الله مخالف وتاب إلى الله هذا لا يكفر، ولكن إذا اعتقد أن حكم غير الله صالح وحكم الله غير صالح فليعتبر نفسه ليس من المؤمنين لأن الشيطان أضله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي يريد أن يضلهم عن طريق الهدى وعن طريق الحق ويبعدهم بعدا شديدا. فدلت الآية بشكل واضح على أن الاحتكام إلى غير شريعة الله لا يتفق مع الإيمان الصادق. فمن كان يرضى أن يكون إيمانه كاذبا يعني في الظاهر منافق يعني مظهر الإيمان وأنه في الآخرة والعياذ بالله تعالى في جهنم فيسير على خط هذا المنافق. أما المؤمن لا يرضى اعتقادا وعملا إلا أن يحتكم إلى شرع الله ويرفض كل حكم غير حكم الله. فغير حكم القرآن هو حكم الشيطان، ما في وسطية، ما في الإسلام مؤمن وكافر مع بعضه، مثل ما في واحد حي وميت، إذا توقف قلبه فهو ميت وإذا قلبه ينبض فهو حي. فالمؤمن إذا كان قلبه مرتبط بالقرآن وبحكم الله ورسوله ولو كان يقصر في بعض الجزئيات فهذا مؤمن. أما الذي لا يرضى بحكم الله ولا بحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فليعتبر نفسه أنه خرج من الإيمان وخرج من الإسلام إلى النفاق والعياذ بالله تعالى. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والحمد لله رب العالمين.